جلسة برلمانية استثنائية في الشكل والمضمون، اختارت فيها ألمانيا قلب الطاولة على الحلول الدبلوماسية لتتجه إلى حلول عسكرية، أولها تسليح أوكرانيا في وجه روسيا، وثانيها تعزيز منظوماتها الدفاعية في وجه التهديدات على الحدود. من الواضح أننا بحاجة إلى زيادة الاستثمار بشكل كبير في أمن بلدنا من أجل حماية حريتنا وديمقراطيتنا. ستوفر الميزانية الفيدرالية لعام 2022 مبلغا قدره 100 مليار يورو لتعزيز دفاعنا. خطوات شولتز، وإن وصفتها شريحة من الألمان بغير الكافية لردع روسيا، لاقت ترحيبا كبيرا في الداخل الألماني. أرحب بخطوات الحكومة، يجب تقديم المزيد من المساعدة للشعب الذي يموت اليوم. على بوتين أن يتلقى رسالة من العالم بأكمله، هذا الأمر لا يمكن أن يستمر. الحراك السياسي الدبلوماسي الذي أظهر تغيرا في الاستراتيجية الألمانية تجاه روسيا رافقه حراك شعبي واسع عرفته الساحات الرئيسية في برلين، وحدته المطالبات بوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فيما تباينت المواقف حول طرق الحل بين الدبلوماسية والعسكرية. وبين هذا وذاك، يبقى الموقف الألماني التصعيدي في وجه روسيا أكثر ما يثير مخاوف البعض. وسائل أعلام ألمانية قالت في هذا السياق إن شولتز يعد ألمانيا لصراع تاريخي مع قوة نووية قطعت كل سبل الحوار. الحقيقة هي أن هناك استراتيجية واضحة المعامل، هي استراتيجية الهيمنة الكونية. هذه الاستراتيجية معتمدة بقرارات من حلف شمال الأطلسي، أي أن كافة أعضاء حلف شمال الأطلسي ملتزمة باستراتيجية الهيمنة الكونية. عدم التخلي عن مسار حلف الناتو والحفاظ على دورها الذي حددته منذ نحو 33 عاماً، ناران تقع بينهما ألمانيا التي تحاول الحفاظ على آخر خيط من المصالحة الروسية الألمانية التاريخية. لا تستطيع برلين إغضاب الغرب الأطلسي بطبيعة الحال، لكنها تتجنب إحراق مراكبها في العلاقة مع موسكو. وبين هذين الحدين اللذين تفرضهما المصالح وقبلها التاريخ والجغرافيا، تبقى العين على برلين وسط الضغوط الأمريكية لمعرفة كيف ستتحكم في بوابتيها الغربية والشرقية. مريم عثمان، برلين، الميادين.